ماذا تسمون أنبوبة الغاز في بلادكم؟ اسطوانة غاز أو قليلة غاز، لكن المغاربة يحلو لهم اختصارها في كلمة البوطة. لسنا بصدد مشاهدين تعداد التسميات المختلفة حول هذه الأنبوبة، لكن قصتنا هي عن أسعار اسطوانات الغاز في المغرب الذي يشهد جدلا واسعا حول ارتفاع سعر أنبوبة الغاز البوطان أي غاز الطهي. هذا القرار يعود إلى أكتوبر الماضي، لكنه سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة. ينص على أن تبدأ الحكومة في رفع الدعم عن غاز البوطان بنحو 10 دراهم تدريجيا كل سنة على مدى 3 سنوات، ليصل السعر إلى 70 درهما في سنة 2026. وهذه الزيادة وصفت بغير المسبوقة، تعد الأولى منذ 30 عاما. سيترتب على ذلك القرار زيادة أولية قدرها 10 دراهم، أي ما يعادل الدولار الواحد، لقنينة غاز البوطان من فئة 10 كيلوغرامات، لتصبح بذلك 50 درهما، أي بزيادة 25% على السعر الاعتيادي، في حين سيتم رفع السعر بمقدار 2.5 درهم، أي حوالي ربع دولار، لقنينة غاز من حجم 3 كيلوغرامات. بالزافع علينا المواطن تلف. هكذا أبدأ بعض المغاربة امتعاضهم من قرار الزيادة في أسعار قنينة الغاز، حيث عبروا عن مخاوفهم من انعكاس تلك الزيادة على أسعار المنتجات الأساسية مثل الخبز، الخضر والفواكه. نتابع. ما كتجيني شي حاجة اللي هي على غفلة، وما كتجيني شي حاجة مفاجأة. جميع تقريبا جميع المواد الغذائية إلا وأنها تزادت. اللحم تزاد من 70 درهم 80 درهم ولا 100 درهم. المازوت ليسانس زاد. ما هو معروف بأنك هناك سياسة في الدولة كتنجح هي السياسة الاجتماعية، واللي من خلالها تقدم الدعم لمجموعة من الأسر المستفيدة. إذا بالموازاة مع هذا الشيء هذا طبعا ولا بد غادي تكون شي اجراءات اخرى على المستوى صندوق المقاصه الى اخره، وبالتالي فلا بد مراعاه الوضعيه الاجتماعيه لهذه الفئات الهشه. واخويا بالنسبه لي انا شخصيا راه ديك 10 دراهم باش تزاد الافوار راه بزاف. تندرج مشاهدينا الزيادة في أسعار الغاز في إطار خطة يصفها رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش بالإصلاحية. تقوم الخطة على إلغاء دعم بعض المواد الأساسية مقابل زيادة الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة. هذا ما يؤكده أيضا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقتشع بمجلس النواب، الذي سارع لتقديم مسوغات الحكومة مباشرة بعد إعلان رفع الأسعار. فيما يخص غاز البوطان اللي كيف قلنا دائما ولا بد نذكر بأرقام مهمة، الدولة من 2015 ل 2023 خصت 111 مليار نتاع الدرهم لدعم غاز البوطان. لم يستفيد 20% من الفقراء إلا بزوج فاصلة 5 مليار سنويا، إلا ب 14% من هذه الحصة، في حين استفاد 20% اللي عندهم الإمكانات من أكثر من 27% من هذا الدعم. السؤال، هل نستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أو لا نوفر هذه الهوامش ونعطوها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟ قرار الزيادة قوبل بتنديد ودعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية من قبل الاتحاد المغربي للشغل في المغرب، وأضاف في بيان: طلبت الكتابة الوطنية للاتحاد الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية عبر اتخاذها الإجراءات عاجلة تستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار. أما على مواقع التواصل فيستمر الجدل بين منتقد يشكو ضيق الحال ويخشى من تبعات القرار، ومبرر يرى أن القرار رغم قساوته ضروري لترشيد الاستهلاك وتحويل الدعم إلى الأسر محدودة الدخل. هنا مهدي بلدي، مهدي البلدي، وش المواطن البسيط الدخل في استطاعته هذه الزيادات؟ وش كون المسؤول؟ واش رئيس الحكومة ولا وزير المالية والاقتصاد؟ خليفة
عبد الرحيم يقول خليفة، زيادة البوطة غادي تزاد معها زيادات أخرى كالخبز مثلا. والمهم مبروك علينا تنظيم المونديال وموازين طبعا هو مهرجان كبير يجري في المغرب. أما هنا منير الحلواني يقول، منير في هذه التدوينة وينير في هذه التغريدة، نحن في المملكة المغربية لا زلنا نعيش بخير رغم كل الصعوبات، غير الناس شوية باغية كل شيء سهل، الدنيا والحياة ما بقتش كيف الأول، ولو كنت تسافر خارج المغرب لشكرت الله على نعمة المغرب.